أنا أتأسف لهذا الحدث وأعتبر أن هذا الشكل من أشكال العمل النضالي. أنا الذي أنتمي إلى مدرسة سياسية وكذلك مدرسة نقابية ونضالية، لم أرى قط من قبل هذا الشكل من الأشكال. يمكن أن نستنفذ جميع الأشكال ولا نصل إلى ذلك. أعتقد أن هناك خطر اليوم، فعلا يمكن أنه نقول هذا ناقوس خطر دقينا، ولكن اليوم راه ربما اللي عملوا هذا الشيء ما حاسينش بوعيينش بأنهم وضعوا نفسهم في موضع ربما مش ربما هذا القانون الجنائي خارج القانون. فبالتالي أنا كنطلب منهم يعني الله يهديهم الهداية أولا ويرجعوا لهذا العمل. هذا من ناحية القانون الإدارية الاستقالة الجماعية ما عندها حتى شي قيمة. وبهذه المناسبة كنطمئن للمواطن بأنه هذه العملية هذه لن يكون لها تأثير على استمرارية المرفق العام، تكون واضحين. وأنه كذلك وهذه مزيان نوضحوها، أن الوزارة في الوقت اللي داروا هذه العملية هي في حوار مع الأطباء، وهناك محضر بجميع النقاط المطلبية بما فيها المعالجة للوضعية الأجرية، وتقدمنا في ذلك. فنحن نستغرب ما هي الدوافع الأساسية وراء هذا الفعل. لا نعرف، لا أعرف حقيقة، سولهم. أما نحن فالحوار مفتوح، ونحن في مخططنا مأمنين بأن العنصر البشري أساسي وبغينا نوصل حلول وتحسين ظروف العمل مشتغلين فيها، ودعنا لجنة معهم للتتبع، عملنا معهم كذلك باش ما نمنعوهمش يمشيو يدوزوا الامتحانات، باش ما نعملهم حتى شي شرط الا بغاو يمشيو يدوزوا امتحانات ديال الإقامة كذلك، واستحسنوا المسألة هذه. فلا أدري ما هي تلك الدوافع. أعتقد أتمنى أن يكون هذا العمل عمل محدود، وأن اللي عملوه يعني يرجعوا لهذا العمل هذا، لأنه المهمة ديال الطبيب هي مهمة نبيلة، هو مطوق بقسم، هو مطوق بمسؤولية وطنية. الدولة يعني عملت جهدها واستمرت فيه وكوناته، خصو يرد لهذا الجهد. هذا هذه مسألة أساسية خصنا نقولوها، وهو عليه حسب القسم اللي يؤديه لما كيتخرج أن يقوم بعمله كيفما كانت ظروف الأحوال. ما يمكنش ما يقومش بعمله يعني ديال التطبيب وديال العلاج. وكنأكد مرة أخرى على أنه الوزارة فاتحة الباب ديالها، وما يمكن إلا يعني نتعاونوا، وخصهم يفهموا بأنه رحنا غادي نتقدموا، نتعاونوا باش نتقدموا، باش الهدف الأخير يكون هو تأهيل منظومتنا، يكون هو تسديد واحد الخدمة الصحية في المستوى للمواطنين، حيت كينتظروها بشكل كبير في جميع أنحاء المغرب. شكرا.